بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم، ان شاء الله في الفيديو هذه نلقاكم بخير ومهنيين. حبيت نبداو لا فيديو هذه وندير تدبيره منزليه كيفاش نقيو لابريس. لابريس حاجه نستعملو بالبزاف، دونك توسخ. شوفوا الحاله تاع لابريس نتاعي، خليتها راحت فيها. دونك نسحقوا نص الكاس تاع الماء، نسحقوا لاغوندر تاع القارص، الكاس تاع الخميره، نسحقوا الخل، نسحقوا ليكيد تاع الكوزينه اللي تستعملوا. دونك بديت درت نص الكاس تاع الماء، نزيد عليه واحد ربع مغارف تاع الخل. البنات ماشي بهار، لازم تعرفوا هذه. وندير عليه الفكيه تاع الخميره وتشوفوا كيفاش تولي لابريس نتاعنا. العمليه هذه مليح يديرها واحد مره في 15 يوم. دونك انا خليتها خلاص راحت فيها. دونك ناخذ هذه لنحطوا فيها القهوه. دونك شوفوا كاين تفاعل كيميائي سي نورمال على جال الماء والاخر والخميره. دونك ندير لي كو تاع ليكيد هذا. درت لا روندال في الوسط، نغلق لابريس ديالي ونحطها فوق النار، فوق لا كوزينيير نتاعكم. دونك نبلعها وندير يعني راكي ديري القهوه. دونك نبلعها نحطها. دونك فوالا، حطيتها في لاكوزينيير تاعي، نقصت لها النار باسكو كاين الخميره كاين الخل سينو يفيد كلش. دونك نقصها فوالا، هذا هو اللي يستحق اللي نستناه. دونك تطلع لك كاع لا موس هذاك، سي بور سا درنا ليكيد هذاك. دونك تخليه يطلع كاع ليكيد هناك. ومن بعد خديت هكذا تبسيط بيان سور تبرد ماشي هكذاك سخونه، نفرغ ليكيد هذاك ونبدا نحبكها بحبكه تاع اللي تستعمليها، يعني هذوك اللي ملاح اللي عندهم هذاك تاع السلك، ونبدا نحبكها. دونك حاجه سهله. شوفوا البنات بعد 3 أو 4 دقائق شوفوا كيفاش ولات تبري، يعني اون ديريك اليوم اللي شريناها. دونك نوريها لكم، شوفوا درت قربت لكم لا كاميرا، شوفوا كيفاش ولات لابريس نتاعي ولات دوبل في. هنايا حبيت ندير معكم تدبيره ثانيه منزليه كي تشريو البيض. باغ اكزومبل هنايا عندي البلاطو تاع البيض نشريو بالبزاف، خاطر نسحقوه نستعملوه بالبزاف. دونك البيض كي تشريه لازم تغسليه. دونك قبل نوريكم الطريقه كيفاش نشلو، ناخذ الطبسي، يعني ديري العمليه هذه قدام الغوبيني. انا لا كاميرا كي نديرها للغوبيني ما كانش لا لوميير. دونك نشل البيض هذا نشلو لزوج مرات. دونك هذه المره الاولى، المره الثانيه ثاني نشلو ندير له قطرات تاع الخل. لازم تعملي العمليه هذه، دونك ديري عليها قطرات تاع الخل. دونك ندير الخل، شفتوا الخل اللي ننظف به ماشي بهار. نخليها واحد 10 دقائق 5 دقائق باش نكملو نوريكم كيفاش نقسم البيض نتاعي. دونك من بعد نقسم البيض هذاك نقسمو لزوج. فوالا، خديت كاسرونه نص نطيبو نص نحطو في الفريجيدار. دونك ناخذ نص نديرو هنايا ونحطو فوق النار. كيف كيف البنات ندير عليه قطرات من الخل باش يطيب البيض نتاعكم مليح، وما كيفاش يقولوا يجي بيان القشره تاعو تجي بيان. النص الاخر درت له في ينشف ونجمعه في الفريجيدار. فوالا، حطيته في المنطقه هذيك تاع وين نحطوا البيض. دونك البيض حاجه تري سونسيبل، لازم تحفظوه في الفريجيدار. بعد ما طاب البيض اللي درنا في الكاسرونه خليته برد، درته في الكسكاس. دوكا ناخذ اون بواط نحطو في الفريجيدار هكذا سمانه راني هانيه، خاطر البيض حاجه نستعملوه بزاف. سورتو كي باغ اكزومبل انا نخدم ندير معايا وليدي يخدم يدي، تحبي ديري اون سالاد، هذه من التدابير المنزليه اللي تنحي عليك كشحال. كي قلنا لابريس لازم القهوه العشيه البنات، درت ان كافي قلت نفلميها لكم. شوفوا كيفاش ولات لابريس نتاعي، ونحب نشربها في الكاس ترونسبارون مع لي كريب او شوكولا. واش نقول لكم، روعه. دونك تشوفوا لي فيديو نتاعي، تشوفوا كيفاش يديروا لا كريب. درت لها شويه تاع الشوكولا، قلت غير نقسمها معكم. البنات الام الصحيحه، ولا ما نهضروش غير على الكوزينه، حبيت لازم تخرجوا شويه ولادكم للدار، ماشي توت لا جورني لا تيلي لا تابلات. دونك هنايا باش نروح للمغازا نقضي شويه وبليجي ندي بنتي معاها معايا، ما كانش وين تلعب. دونك انا حبيت نشارك معكم كيفاش تجوزوا لي فاكونس تاعكم لولادكم. هنايا دخلنا في لا ليبريري، نروحوا نشريو الماتيريال اللي نجوزوا فيه لي فاكونس، سافو دير لي فوتر هنايا، السلايد، لي ستيلو، واش نقول لكم. هلا انا درت لها ان كوان في البالكون، درت هكذا طابله قديمه وجبت كاع الحوايج اللي تخدم فيها. راهي لهنا قريب المغرب طلع وهي هنا. وريت لكم واش شرينا، لا بانتور، شرينا الالوان، شرينا هذه باش تميلونجي فيه، شرينا لي فيتر، شرينا لي فوي هذا السلايم شراتو باش تلعب به، وشرينا هذا باش ديري فيه لي بغاسلي.
دونك تاع البنات فوالا راهي بدات توكيبي شويه، قلت لكم راهي المغرب مازال هي راهي في البالكون، درت لها ان كوان في البالكون وشرينا لي بانسو. كاع الشيء هذا شريته بالدراهم نتاعها تاع لي زيكونومي، زدت لها برك شويه. العمليه هذه مهمه وين يجوزوا ولادكم لي فاكونس كيفاش يديروا. ما لازم تخليهم برك هكذاك طول لا جورني فلاتيلي، على بالكم الاولاد لازم يعني تلعبوا معاهم تخرجهم تعطيلهم شويه تاع الاعتبار تتكون الشخصيه تاعهم. انا يا عشاء خفيف، عشاء خفيف وريت لكم ديجا لا غوسيط هذه تاع لي زابا اون صوص الكبده تاع الدجاج تاع البولي. دونك خديت الكبده برك، درت الثوم، درت شويه تاع الزيت النباتيه زيت الزيتون. لي ديتاي ومقادير تاع لا غوسيط هذه تشوفوها في لا فيديو نتاعي، نديرها لكم اسفل تاع لا فيديو هادي. نقليهم حاجه يطيب لك ميم با 7 دقائق. دونك هادي هي لاصوص اللي نحوسوا عليها، بعد 4 دقائق شوفوا كيفاش جات لاصوص هذيك. لي زابا هادي نزيد لهم شويه تاع البيض وشويه تاع المعدنوش يجيو روعه. دونك البيض نكسر بيض لا بيضا نخاف اون سي جامي، هادي هي الطريقه المليحه كي ديري البيض اون سي جامي كاين وحده تفسدت اكسيتيرا. دونك باشي ما باش تكوني هانيه ديري وحده وحده ونديروها هنايا بيان سور حسب افراد العائله نتاعك. دونك ندير عليه شويه تاع الملح شويه تاع فلفل اسود. قلت لكم المقادير تشوفوا لا فيديو هذيك وتلقاو كلش. يعني هذا عشاء خفيف بين العشاء اللي نديروه في الصيف هذا. دونك 5 دقائق قلت لك يدي فوالا البنات كيفاش جا روعه. واش نقول لكم بنين سوتو كي ديري له داك المعدنوس و لاصوص هذيك اللي تجي. واش نقول لكم الصوره برك راهي تعبر. دونك ان شاء الله برك تعطيت لكم الطريقه تاع كي قلت لكم كيفاش نجوز الايام هذه هادو، نبروفيتي قبل ما نولي للخدمه. لازم كل حاجه تعطي لهم القيمه، لبلادكم تعتنوا بهم وتتبعوهم. دونك ان شاء الله برك تعطيت لكم الوصفات هذه. ما عليها نقول لكم الى لا بروشين فيديو. الله ميرسي اونفار.